بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله إخواننا النهاردة معادنا مع درس جديد من دورة فيجوال بيزك 2012 تحت رعاية موقع وقف النهضة دوت كوم. هنبدأ سلسلة دروس من في الفيجوال بيزك تحت عنوان الكنترول استراكشر. الدروس دي من أهم دروس الفيجوال بيزك أو جمل التحكم. جمل التحكم او الكنترول استراكشر دي يا اخوانا من اهم دروس في اي لغه برمجه، جمل التحكم دي بتنقسم لاكثر من قسم. الكنترول استراكشر بينقسم لايه؟ لاكثر من قسم. في منها جمل الشرطية conditional، في منها اللوبينج، في منها الاتريشن. تمام، تعالوا بينا ناخد اول جملة وهي if. جملة الشرطية if لو. يعني ايه if ولو، وامتى تستخدم وكيفية استخدام؟ تعالوا بينا نعمل مشروع جديد، هنقول له هنا ايه؟ كنترول استراكشر. اخو اول جملة في ايه؟ اف. طيب ده اول جملة عندي، جملة اف بتتكون ازاي وامتى استخدمها واشكالها ايه، لان عندك اف اكتر من شكل. خلي بالك بقى من هنا، بقى من اول الدرس ده هيبدأ الشغل. من هنا هيبدأ الشغل. جملة اف خلي بالك فايدتها ان انا بشوف تحقيق شرط معين، بنفذ شيء في حالة تحقيق شرط معين او في حالة عدم تحقيق شرط معين. ازاي؟ سيبك من البرمجة خالص خالص. بفرض ان انت مثلا عندك مثلا شخص هتبعته مشوار مثلا، او مثلا ايه، عندك مثلا انت ماشي عندك شارع، ده الشارع الرئيسي بتاعك خلاص، ده ايه خط السير بتاعك كده. طيب وفي عندك شارع كده وفي عندك شارع ايه كده، وفي الاخر الشارعين ممكن يوصلوا للمكان نفسه. يعني في الاخر ايه؟ الشارعين ممكن يوصلوا لايه؟ للمكان نفسه كده. تمام، ده الهدف او التارجت بتاعك، ده اللي انت رايح له. تمام، انت في النقطه دي. طيب خط السير بتاعك هيبقى باللون الاحمر كده. تعال نوسع الشارع شويه عشان لو انت راكب حاجه. تمام كده، ايوه اعرف ارسم بقى. انت في النقطة هنا عايز توصل للنقطة هنا، هتعمل ايه؟ هتمشي كده 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 صح؟ طيب تمام، قدامك ممكن انت تروح كده وممكن تروح كده، في مشكلة في كده؟ لا خلاص، ها مفيش اي مشكلة. طيب بفرض ان انت عندك هنا، لا انت عندك هنا الشارع ده مقفول مغلق، هيبقى اجباري عليك تروح هنا. بس دي ملخص اف، بس دي ملخص اف شرحتها لك، بس دي مشكلة. مشكلة قدامنا عايزين نحلها، عايز احلها باف، بقول له لو الشارع ده مقفول روح من هنا. بس دي صورة من صور اف، صورة من صور لو. يبقى انت عندك شرط معين، عندك شرط ايه معين. انسى المثال ده خالص، ناخد مثال ثالث. تمام، انت بعت شخص لمحل يشتري مثلا ايه، يشتري مثلا ايه، اي شيء، فاكهه خضروات لانشون اي شيء،
وليكن لانشو، انت بتقول له لو سمحت اشتري لانشو، لقيت لو الملف لو المحل مغلق تعالى بس، يروح لقى المحل مغلق رجع، طب راح لقى المحل فاتح يشتري بس. دي صورة تانية من صور اف. يبقى انت عندك شرط معين، لو تحقق الشرط هتنفذ شيء، لو ما تحققش مش هتنفذ شيء او تنفذ شيء تاني عادي. تمام؟ طيب تعالى نشوف، احنا كده فهمنا حالة اف، فهمناها نظريا، عرفنا بتستخدم امتى؟ لما يكون عندي شرط او عدة شروط، شرط او عدة شروط، ها؟ لان احنا عندنا اكتر من شكل من اف. طيب تعالوا بينا ناخد الشكل الاول من اف، بيسموه الشكل البسيط، الشكل البسيط خالص. تمام؟ هما ايه؟ تلات اشكال. ناخد احنا الشكل البسيط خالص في الاول، اول شكل من اشكال اف بيتكون ازاي؟ بكتب كلمة اف ثم هنا الشرط ثم كلمة زن. لاحظ اول ما اعمل بعد زن انتر قالك اند اف. الجمل او الجملة اللي انا هكتبها هنا، ممكن اكتب جملة ممكن اكتب جمل، هتتنفذ اذا تحقق الشرط اف المحل مفتوح زن اشتري، واشتري جبنة، واشتري مثلا لانشون، واشتري سين، واشتري صاد، واشتري عين. طب اف المحل مفتوح ما لقاهوش، خلاص اند الاف بس. يبقى جملة اف بتبتدي باف ثم الشرط ثم كلمة زن ثم هنا، خلي بالك اذا تحقق الشرط ده، اذا تحقق الشرط ده، الجمل هنا عايز اخلي بالك من دي، اذا تحقق الشرط ده ينفذ الشرط ده، يطبق الجمل هنا ثم نهاية اف، بنكتب اند اف بس. دي او ده الشكل الاول من اشكال اف، ده الشكل الاول من اشكال اف. طيب تعالوا بينا ناخد مثال عمل عليه. انا عندي متغير اهو ديم الاكس از مثلا انتجر. تمام؟ مثلا انتجر قيمته 5، قيمته ايه؟ 5. طيب عايز مش عايز تكتب كده اهو انتجر قيمته 5. طيب خلي بالك انا اقول له هنا ايه؟ اف. خلي بالك تعالى الاول نعملها كومنت عشان دي تبقى الصوره عندنا. كومنت انزل هنا كومنت برضو، هاجي هنا اقول له ايه؟ اهو اي مجموعه من الاكواد في حاله تحقق الشرط بس. دي حاله اف بسهوله خالص. تعالى تحت كده هكتب اف، خلي بالك اقول له اف لو، سبحان الله يعني كلمه هاب هي اف بس اللغه العربيه والترجمه. اقول له اف، خلي بالك لما اضغط تاب خلي بالك جاب لي ايه؟ قال لك ترو وزن. تمام؟ سيبك بقى من ترو دلوقتي، هكتب بين قوسين او من غير القوسين الشرط، هتكتب من غير القوسين او من غير القوسين، عايز تكتب ماشي. تمام؟ افضلك بين قوسين. هقول له هنا اف لو الاكس بتساوي 5، ها هنا هعمل ايه؟ هقول له كونسول دوت رايت لاين، لو سمحت اكتب له حاجه، اقول له مثلا ايه الشرط تحقق، مثلا ايه the condition is او مثلا fired، مثلا the condition ايه fired. خلاص كنترول اف 5 هيروح يقارن. خلي بالك هو ايه اللي حصل، عمل ايه اللي حصل هنا، انزل دي كل مره انزلها ماشي، ودي برضو. خلي بالك اهو ايه اللي حصل، انت عرفت الاكس ايه انتجر، راح حجز مكان في الذاكره، لو سمحت يا ذاكره دخل لي الاكس بيساوي 5، خلاص مرحب، قلت له اف اكس بيساوي 5. طيب يروح يجيب قيمه الذاكره من الاكس، انت خلاص هو جه عند سطر ايه، عند السطر بتاع الايه بتاع الاف. تمام؟ اهو جه عند السطر هنا اهو هنا، لو احنا قلنا ايه في الذاكره، خلاص حجز مكان في الذاكره، الاكس بيساوي 5، خلاص يروح الاكس بيساوي 5، يروح يجيب قيمه الاكس. تمام؟ يجي الاكس قيمتها كام؟ ب 5. هل 5 بتساوي 5؟ اه خلاص نفذ
الشرط اللي هنا مش الشرط اسف نفذ الاكواد اللي هنا ممكن يكون كود واثنين وثلاثة وممكن يكون مليون كود تمام خلاص نفذه طيب لو الشرط العكس انا بقول له هنا اف اكس اسف الاكس بتساوي 6 يبقى هنا الاكس بتساوي كام هنا في الذاكره تمام الاكس بتساوي 6 خلي بالك بقى انا هقول له ايه هقفل ده واقول له كنترول اف 5 مش هيعمل حاجه اهو كنترول اف 5 تمام اهو انا اقفلها خالص انا هنا بقول له ايه اهو لو الاكس بتساوي 5 الاكس في الذاكره ها 6 دي مش 5 بقى الاكس بقت بكام ها ب 6 الاكس بقت بكام ب 6 خلي دي اون توب اهو الاكس ب 6 6 بتساوي 5 ايه 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 العقل ده لا طبعا ال 6 عمرها ما هتساوي ال 5 ال 6 في المنطق عمرها ما هتساوي 5 غير حاجات ممكن تساوي بس في المنطق عمر ال 6 ما تساوي الايه ما تساوي ال 5 خلاص مفيش حاجه مفيش مشكله تمام دي واحد يقول لك طب الب هيعمل ايه اللي هو لسه بقى هنقول له لو الشرط ما اتحققش اعمل كذا دي الصوره الثانيه ناخدها بعد كده ان شاء الله لكن اللي احنا عايزين نفهمه في الدرس ده الصوره الاولى الصوره الاولى بتتكون ازاي بتتكون من اف الشرط ثم كلمه زن اي كلمه زرق قلت لك ده كي وورد كلمه محجوزه تبع النظام قلت له اف الشرط بتاعي كلمه زن هنا لو الشرط اتحقق ممكن تكتب سطر واثنين وثلاثة اهو عشان بس ما لا يتبادر للذهن اللي هو ايه اللي هو سطر واحد انا خلي ده والاكس بيساوي 6 هي اصلا 6 قلت له بيساوي 6 هيطبق ايه الاربع اسطر تمام الاربع ايه اسطر اهو تمام طيب يبقى كده خدنا الشكل الاول بقول له اف الشرط ايا كان الشرط بقى ايا كان ايه الشرط ممكن تقول له مثلا اكس بيساوي الواي وتعالى هنا طبعا هنا الواي مش متعرف اقول له ديم الواي مثلا از انتجر بيساوي مثلا 6 برضه هو كمان لو ده بيساوي ده اعمل كذا طب هو ده بيساوي ده اه بالفعل هما الاثنين 6 يروح ايه ينفذ تعالى اهو خالص كده يروح ايه ينفذ اتفقنا يا اخوانا طيب كده ممكن حاجه ثالثه خالص يعني ممكن فيها هنلاقي اهم شيء الشرط ده اتحقق لو الشرط اتحقق خلاص طب لو قلت له مثلا الاكس مثلا زائد واحد بيساوي الواي طب الاكس بكام ب 6 6 زائد 1 7 هل ال 7 بتساوي الواي اللي هي 6 لا طبعا مش فمش فبالتالي مش هيعمل لك شيء بالتالي مش هيعمل لك اي شيء لان ده الشرط ده ما اتحققش ايه هو الشرط بتاعك اكس زائد 1 6 زائد 1 ب 7 هل ال 7 دي بتساوي الواحد اسف بتساوي ال الواي اللي هي بستة لا انت عارف امتى لو خليت دي خمسة في المنطق اه اهو بالفعل ليه لان خمسة واحد ستة ستة بتساوي الواي اللي هي ستة اه بتساوي ستة فبالتالي يبدأ ينفذ لك الايه الاوامر اللي هنا يبقى ده بفضل الله كده فهمنا اف جملة عشان كده سموها كنترول استراكشر بتتحكم في الجمل تمام بتسموها الجملة الشرطية، الجملة الشرطية اف عندك شرط لو اتحقق هنفذ كذا. خلاص ده الشكل الأول، إن شاء الله ناخد الشكل التالي في الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.